قالوا: حين بسط الإسلام نفوذه في مواطن شاسعة وانتشرت كلمته، ظل حب الرسول الأكرم يتزايد في القلوب، يتغنى به الشعراء ويرجون شفاعته. ولعل أبرز هؤلاء محمد بن سعيد البوصيري الذي عاش في القرن السابع الهجري، وهو صاحب البردة الكواكب الدرية في مدح خير البرية. قال البوصيري: محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين، من عرب ومن عجم، نبينا الآمر الناهي، فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، لكل هول من الأهوال مقتحم. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. أكرم بخلق نبي زانه خلق، بالحسن مشتمل بالبشر متسم. ومن تكن برسول الله نصرته، إن تلقه الأسد في آجامها تجم. فإن لي ذمة منه بتسميتي محمداً، وهو أوفى الخلق بالذمم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. قالوا: